رجعتلكم تاني في فيديو جديد. فيديو اليوم هنجرب اسهل ثلاث وصفات للكسلانين في الشتاء. فلو انت فعلا كسلان يبقى انت دخلت الفيديو صح. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتحمس معايا عشان جايب لك ثلاث وصفات هيتعملوا بمكونات سهله جدا موجوده في كل بيت. فيلا بينا يا جدعان متحمسين جدا، اعمل لايك سبسكرايب، خش على الانستجرام اعمل لنا فولو ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول مكون معانا هنجيب مج زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نحط معلقه سمنه، وبعدين هنحتاج معلقتين كاكاو، وبعدين هنقلبهم كويس، وبعدين هنحط معلقتين سكر، وبعدين هنحط معلقتين لبن، وبعدين هنحط معلقتين دقيق، وبعدين نقلبهم حلو. وبعد ما قلبناه نحط ربع معلقه بيكنج باودر، وده اخر مكون معانا. وبعدين نقلبه كويس، ودي كده النتيجه بعد ما قلبنا. نبدا بقى نحطها في الفرن ونشوف النتيجه ماشيه ازاي. ممكن بقى نمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي هي على الجنب دي بمنديل كده، وندخلها بقى الفرن ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. وبعد ما طلعناها من الفرن هنبدا بقى نزينها بشوكولاته، ممكن شوكولاته دانت مثلا زي ما انتم شايفين. ممكن نعمل لها فتحه كده من النص وندخل فيها الشوكولاته. شوف بقى الطعم هيبقى عامل ازاي. وزي ما انتم شفتوا اول وصفه معانا سهله ازاي. هنيجي دلوقتي بقى ندوق الطعم بتاعها، وان شاء الله الطعم بتاعها يكون جامد جدا زي ما هي سهله كده. شايفين الشكل؟ زيناها طبعا بشوكولاته وكده، وان شاء الله الطعم هيبقى جامد. هتجيب بقى المعلقه وتاكلها بالهنا والشفا وانت قاعد في الشتا كده متدفي. شايفين؟ معلقة كيك وسخن بقى. بصوا في الشتا دي تعمل معانا شكل جامد جدا، وريحتها جامدة. مش محتاج اقول لكم الطعم عامل ازاي، 10 من 10 من غير ما اتكلم. نيجي بقى في الوصفة رقم 2، الوصفة رقم 2 هنحتاج معلقة سمنة، وبعد كده هنحط معلقة سكر، وبعدين نحط ربع معلقة فانيليا، وبعدين نقلبهم كويس، وبعد كده هنحط معلقتين لبن وهنقلبهم، وبعدين هنحط 3 معالق دقيق، وهنحط ربع معلقة بيكنج باودر وهنقلبهم كويس. وكده بعد ما قلبناها نبدا بقى نحط عليها شوكولاته بالشكل الجميل ده، الشوكولاته اللي هي الصغيره ديت، وبعدين نقلبها عشان تبقى عامله زي الكوكيز. وبعد ما قلبناها نحط بقى ايه كام واحده كده على الوش، وبعدين ندخلها في الفرن. ودي بقى النتيجه بتاعت تاني وصف. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عامله زي قطعه الكوكيز، شكلها جامد. وهنيجي بقى ندوق تاني وصفه معانا، دي بقى اسمها وصفه الكوكيز، اسرع كوكيز بيتعمل في مج. زي ما انتم شايفين شكلها جامد جدا، متحمس لها بقى. اول وصفه طعمها جامد، تعال نشوف بقى تاني وصفه. بسم الله. حاسسها عامله زي البسبوسه شويه. الشوكولاته اللي احنا حطيناها في الكوكيز ساحت وبقت شكلها جامد جدا، فتعال ندوق. بسم الله. مية في المية طعم جامد والله يا جدعان، جربوها اقسم بالله وصفة جامدة جدا، 100 من 10. تعال نخش في الوصفة الثالثة. ونيجي بقى في الوصفة رقم 3، الوصفة رقم 3 أول حاجة هنحتاجها معلقة سمنة، وتاني حاجة نحط معلقة سكر ونقلبهم كويس، وبعد كده نحط ربع معلقة فانيليا، وبعد كده نحط معلقتين لبن ونقلب، وبعدين هنحط 3 معالق دقيق، وبعدين هنحط ربع معلقة بيكنج باودر، وبعدين نقلب،
وبعد ما قلبناه هنزينه بسبرينكلز او اي مكسرات عندك او اي حلويات يعني. فانا فضلت زينه بسبرينكلز اللي شكل احسن يعني. وبعدين هنقلب وبعدين نحط شويه على الوش كده وبعدين ندخله الفرن. ودي بقى النتيجه تالت وصفه معانا اللي هي السبرينكلز. بص شايفين شكلها واكيد الطعم هيبقى جامد. وهنيجي بقى نجرب الوصفه رقم 3. الوصفه رقم 3 اللي هي كانت السبرينكلز زي ما انتم شايفين كده بالسبرينكلز. تعالوا ندوق بقى دي. بسم الله شكلها جامد الصراحه. والسبرينكلز عامل شكل حلو قوي ومدي الوان الطيف كده. شايفين عامله ازاي؟ تعالوا ندوق. بسم الله. نو كومنت. مش هتكلم على الطعم. طعم جامد جامد جدا. تلات وصفات يا جدعان بنصحكم انكم تجربوهم. اسهل تلات وصفات تعملهم بمكونات يعتبر موجوده في كل بيت. جربوهم طعمهم جامد جامد جدا هينفعوك كمان في الشتاء. خرافي. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو عندك اي افكار اكتبها في الكومنتات اكيد هعملها لك. ويلا نشوفكم في فيديو جديد بيسود. اما انتوا بقى تعالوا بقى اقول لكم على حاجه.